ذاكرة الأيام. ولادة الإمام الباقر عليه السلام في مثل هذا اليوم الأول من رجب الأصب سنة 57 هجرية، أشرقت الدنيا بمولد الإمام الزكي محمد بن علي الباقر عليه السلام، الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله قبل ولادته. وكان أهل البيت عليهم السلام ينتظرونه بفارغ الصبر، لأنه من أئمة المسلمين الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وجعلهم قادة لأمته، وقرنهم بمحكم التنزيل. سماه جده رسول الله صلى الله عليه وآله بمحمد، ولقبه بالباقر قبل أن يولد بعشرات السنين، وكان ذلك من أعلام نبوته. وقد استشف صلى الله عليه وآله من وراء الغيب ما يقوم به سبطه من نشر العلم وإذاعته بين الناس، فبشر به أمته.